طيب الحقيقة ما بين استعدادات النادي الأهلي خلال هذه الفترة واستعدادات منتخبنا الوطني والتحضير لمواجهة منتخب ليبيا أيضا في مباريات في الكرة الأوروبية، الدنيا مشتعلة جدا في دوري أبطال أوروبا ومحمد صلاح بيواصل التألق. الحقيقة النهاردة هيكون معانا واحد من النجوم الكبار، الحقيقة من نجوم التحليل الكبار في الوطن العربي مش في مصر بس، الحقيقة النجم الكبير كابتن خالد بيومي هيكون معايا على التليفون. هو معايا على التليفون بالفعل. يا كابتن خالد ازاي حضرتك؟ الو الو يا كابتن خالد. مساء الخير يا كابتن اسلام، ازيك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. اولا انت وحشنا جدا. متاخر. ربنا يخليك، ببارك متاخر، ما جاتش على الطبيعه وما تواجدي بره البلد، فمعلش مبروك متاخر. ربنا يعينك يا كابتن، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ده يعني شرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهوا وتشرح لنا، او هنسالك بعض الاسئله تقول لنا رؤيتك وتحليلك لهذه الامور، فمبسوط جدا ان حضرتك معانا. ربنا يخليك كابتن اسلام، بالتوفيق وتحياتي ليك ولكل مشاهدين البيت الكبير. ربنا يخليك يا كابتن. اولا خليني ابدا مع حضرتك، ويعني ابدا بكارلوس كيروش ورايك في اختيار كارلوس كيروش كمدير فني لمنتخبنا الوطني في هذه الفتره. والله طبعا اختيار موفق جدا جدا، يعني مش كارلوس كيروش لوحده، كل الجهاز المعاون كمان. يعني المره الاولى ان احنا ما بنعملش توازنات ما بين اهلي وزمالك او زمالك واهلي في الاجهزه الفنيه، وانا شايف ان ده امر صحي جدا جدا. يعني اذا كان الجهاز المعاون كله من الزمالك او الجهاز المعاون كله من الاهلي او من الاسماعيلي او من اي نادي اخر يعني. انما الاختيار بتاع كارلوس كيروش وجهه نظري اختيار موفق جدا، جاي في وقت قصير، مدرب عنده شخصيه، مدرب قوي، مدرب امكانياته الفنيه عنده تاريخ وعنده سي في كبير جدا جدا. طبعا الاختيارات بتاعت القايمه مش كلها بتاعت او مش بتاعت كارلوس كيروش، ممكن يكون هو عارف بعض اللعيبه المحترفين، ولكن طبعا الجهاز المعاون كان له دور كبير جدا في اختيار القايمه. انا كل ما اتمناه هو مش الوصول لكاس العالم او تصفيات كاس الامم الافريقيه ان احنا نلعب فيها ونعمل نوصل سيمي فاينل او فاينل، اتمنى يكون في بلان لكارلوس كيروش كمدير فني كبير نشتغل عليه لمده سنتين ثلاثه او اربع سنين، نبني منتخب جديد للكره المصريه زي ما هو موجود بالنسبه للكره الجزائريه مع جمال بالماضي، مع اتحاد كره قوي جدا، مع قطاعات سنيه من افضل ما يمكن، مع منتخب محليين رائع. أيوة. لازم نرجع فكره منتخب محلينا، وبالتالي كارلوس كيروش لازم يكون عنده بلان. انا مش هفرح لما كارلوس كيروش يكسب لي ماتشين ليبيا ونوصل فيهم. معلش يا كابتن انا هقاطعك في النقطه دي لان نقطه مهمه جدا. انا وقت قريب جدا، وحضرتك نجم كبير وعارف هذا الكلام، وقت قليل جدا ان انت تجيب خبير اجنبي على الرغم من اشاده الجميع بوجود كارلوس كيروش، ولكن الوقت قريب جدا. هل لو لا قدر الله حصل حاجه، وده طبعا لان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام محترم جدا، لانه بالظبط وارد جدا في كره القدم ان المباراتين القادمتين الراجل جاي ما بقالوش اقل من شهر وبيفكر ازاي يكسب ليبيا، فلو لا قدر الله حصل حاجه، يبقى هل حضرتك مع ان هو يكمل بشكل اعتيادي يعني او بشكل طبعا مستمر؟ طبعا يعني انا مع فكره الاستمراريه بالنسبه لاي جهاز فني، مع فكره الاستقرار بالنسبه للاجهزه الفنيه. عندنا امثله كتير جدا على مستوى الوطن العربي والعالم، يعني بنتكلم عن النادي الاهلي كاستقرار فني موجود، نختلف ونتفق على بعض الاسماء، لكن في استقرار فني ده بيدي مزيد من القوه ومزيد كمان من الاستقرار او الثبات العناصر اللي موجوده بالنسبه للانديه وللمنتخبات. انا مع فكره تواجد كارلوس كيروش نتيجه سلبيه ما ترضيش الجمهور المصري، ولكن انا مع بقائه واستمراره، وزي ما قلت لك لازم يكون في بلان معمول بالنسبه للكره المصريه كمان للمنتخبات تحديدا، ولا تقتصر فقط على المنتخب الكبير. دعنا من اختيار الكابتن شاوي دي يعني نتكلم فيها بعدين يعني مع بعض بره الهواء. انما طبعا الفكره كلها اتمنى ان يكون نافين جابر له دور في عمليه اختيار العناصر السنيه وكمان المراحل بالنسبه للمنتخبات. لازم كارلوس كيروش كمان يكون متواجد في مصر اكثر، كان موجود في بعض الظروف هتقابلنا، منها ان احنا ما عندناش دوري، مباراتين بس اللي اتلعبوا، معظم العناصر الفنيه مش جاهزه في الوقت الحالي. اللي جاهز بالنسبه لك هو اللاعبين المحترفين فقط لا غير، ودي مش شماعه، لان احنا كان ايام الكابتن حسام البدري بنتكلم عن الجهاز. ففي الوقت الحالي مش عاوز الجهاز المعاون يطلع يتكلم ويقول لك اصل احنا ما عندناش استمراريه مباراه في التوقيت الحالي، وبالتالي انا مع استقرار واستمرار كارلوس كيروش لا قدر الله في حاله اي نتيجه سلبيه لمصلحه الكره المصريه، ونبتعد عن الشماعات ونبتعد كمان عن
الامور اللي بنعلق عليها ان نتائجنا اذا كانت سلبيه او ايجابيه. طب كيف يمكن ان ينجح في مباراه ليبيا يا كابتن تحديدا؟ لانه انا برضو بشوف ان الوقت قريب جدا جدا جدا، وحتى لو كان الراجل ده راجل عبقري زي ما السي في بتاعه بيقول، وزي ما هو واضح جدا من تجاربه الكتيره خلال الفتره الاخيره، ولكن برضو ازاي ينجح في ماتش زي ماتش ليبيا؟ هتيجي اولا بتعاون الجهاز المعاون بشكل أيوة. جدا، لان هم هيكون الاكثر حرصا وكفاءه على شكل اللعيبه اللي ممكن يكونوا في مباراه ليبيا، وهو كل مباراه داخليه غير المباراه الخارجيه، وانت لعيب كوره كبير وعارف طبعا دي مباراه مختلفه خالص. وبالتالي اختيار افضل عناصر والاجهز دي رقم واحد، وهيبقى دور الجهاز المعاون مع الكوتشنج اللي هيعمله كارلوس كوريش اثناء المباراه، ومتابعه تاني حاجه متابعه المنتخب الليبي بشكل جيد جدا جدا جدا. عندهم بعض العناصر الجيده، ولكن عندهم بعض المشاكل في خط الدفاع في نص الملعب ممكن تكون في صالح المنتخب المصري. ثلاثه، ودي النقطه الاهم، هي الحاله النفسيه التي سيكون عليها اللاعبين المحترفين، وخصوصا محمد صلاح، لان محمد صلاح في الفترات اللي فاتت لم يكن يلعب بشكل نفسي مرتاح. وبالتالي على كارلوس كروش وعلى الجهاز المعاون الذي اختير بعنايه، لان ضياء السيد من المدربين المقربين الى مجموعه العناصر اللي كانت موجوده معاه قبل كده في كاس العالم في كولومبيا. النقطه الثانيه ان محمد شوقي كان موجود مع المنتخب الاولمبي، همزه الوصل ما بين المنتخب الاولمبي، صح صح، وبالتالي المجموعه دي لازم يكون عليها دور كبير جدا. ومع ذلك انا بتكلم على الحاله النفسيه لمجموعه لعيبه تقدر تشيلك وتقدر تتعامل معاك في المباراه الاولى تحديدا. اذا عديت المباراه الاولى بشكل جيد وباداء ممكن نقول 40-50% بس النتيجه ايجابيه، ده ممكن يدي نوع من انواع الاستقرار النفسي والمعنوي للجهاز انه يشتغل براحه شديده جدا في المباراه الثانيه. المباراتين قريبين ولكن الثلاث اسباب دول مهمين جدا جدا يا كابتن اسلام. طيب محمد صلاح، بما انك جبت سيره محمد صلاح، محمد صلاح وارقامه القياسيه الجديده الحقيقه، واقترابه من تحطيم الارقام الافارقه في البريمير ليج وفي البطولات الكبرى، حضرتك شايف اللي بيعمله محمد صلاح ده ازاي؟ هو ما عادش مفاجاه بالنسبه لنا. احنا ليه بنتفاجئ احنا كمصريين ان احنا عندنا لعيب من احسن لعيبه العالم في الوقت الحالي؟ ما ينقص محمد صلاح هو الفوز، هو الـ الوجود على الستيج كافضل لاعب في العالم. مظبوط. محمد صلاح طبعا يعني الهاله الاعلاميه اللي موجوده لبعض اللاعبين الكبار زي ليونيل ميسي، مع احترامي وتقديري من طبعا من اللعيبه الابزاز اللي موجود في التاريخ من اخر 20 سنه، ونفس الموضوع كريستيانو رونالدو، المنافسه الكبيره جدا، ولكن السبونسرز ووكلاء اللاعبين اللي متواجدين بالنسبه للاثنين والانديه اللي بيلعبوا فيها كان لها دور كبير جدا. وبالتالي ما ينقص محمد صلاح في التوقيت الحالي، انا ما عادش بفوز بالارقام القياسيه، يعني محمد حقق كل الارقام القياسيه وعلى مقربه كبيره جدا من ديدي دروبا، واحد من اللاعبين الابرز بالنسبه للكره الافريقيه على مستوى اوروبا. كل ما انتظره من محمد صلاح هو اللي يكون افضل لاعب في العالم او افضل لاعب في اوروبا على الستيج، وهذا مش بعيد يعني، ده حاجه قريبه جدا جدا. بس احنا علينا كمصريين ان احنا نصدق، علينا كمصريين عندما يخفض محمد صلاح مباراه مع المنتخب المصري ما نتعلقوش السكاكين، ان مهما كان ده لعيب كبير ووارد ان يكون في يوم او مش في يومه، ولكن انا بالنسبه لي مش مفاجئ يعني محمد صلاح اللي بيعمله. انا كنت على مقربه كبيره جدا من محمد صلاح لما كان في روما، وكنت بتكلم مع احد الاصدقاء، لان لوشانو سباليتي مدير فريق روما في التوقيت ده كان يعني هو صديق شخصي ليا. ايوه. وكنت اعلم التعامل مع محمد صلاح ازاي. وواحد من الاسباب الرئيسيه اللي طورت شكل محمد صلاح على المستوى التكنيكي، وده خلى محمد صلاح احد من افضل اللعيبه في العالم في الوقت الحالي. فبالتالي المفاجاه بالنسبه لي ان مش محمد صلاح بيعمل الارقام القياسيه. انا اتمنى انه يكون على الستيج، واتمنى كمان انه يكون في اقرب فرصه ويكون نادي ليفربول عليه دور كبير جدا، لان برشلونه في اوقات كبيره. قبل الحقيقه ما اروح لنادي ليفربول يا كابتن، انت انا عارف الموضوع ده كويس، ان انت كنت واحد من اهم العوامل الرئيسيه في نجاح محمد صلاح في ايطاليا، بسبب قعدتك وقعدتك الكتيره مع محمد، وان انت عارف حاجات كتيره جدا في الدوري الايطالي واصدقاء كثيره جدا في الدوري الايطالي، ودي كانت البدايه اعتقد في التالق الكبير والشديد لمحمد صلاح. اول الحمد لله طبعا محمد صلاح شخص دامس الخلق، شخص بيسمع لناس كتير جدا، بيتكلم مع ناس كتير جدا، بيطور من نفسه. النجاح بتاع ربنا في المقام الاول طبعا، النجاح بتاع محمد صلاح في المرحله الثانيه، لان هو اللي حاول يطور بنفسه، هو اللي حاول يسمع كلام المدربين واشتغل على نفسه كويس جدا بعد التدريب وبعد المباريات، وده نجحه انه يكون بالشكل دوت. بس النقطه الاخيره بالنسبه لان هو يكون على الستيج،
اتمنى يكون ليفربول دور، لان ريال مدريد صح كان يتحكم في وقت من الاوقات في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي، وبالتالي كنا بنشوف لعيبه بتكسب افضل لاعب في العالم وهي ما كانتش الافضل. مظبوط بالظبط، لان الالقاب لها دور كبير جدا، فاتمنى يكون ليفربول له دور كبير جدا، والوكيل بتاع صلاح يكون له دور كبير داخل الاتحاد الدولي وداخل الاتحاد الاوروبي لمصلحه صلاح ولمصلحه الكره المصريه. قرار كارلوس كيروش بمنح محمد صلاح الشاره طول ما هو موجود، ايه رايك في هذا القرار ولا حضرتك مع الاقدميه؟ والله انا بالنسبه لي دي اخر اهتماماتي يا كابتن، يعني انت راجل لعيب كوره وقعدت في المنتخبات وقعدت كمان مع النادي الاهلي ومع النادي الاسماعيلي وانديه كثيره جدا جدا لعبت فيها، انما الفكره كلها انا مع الاكثر اداره او الاكثر تواجد او الاكثر تاثير على اللعيبه. مين الاكثر تاثير في الوقت الحالي؟ هو محمد صلاح بالنسبه لكل اللاعبين، الايقونه بتاعه اللاعبين الموجودين، واي لاعب موجود في المنتخب المصري او بره المنتخب المصري بيلعب في الكره المصريه او محترف خارجي مصري يتمنى يكون بجانب محمد صلاح. ومحمد صلاح بالتالي الاكثر تاثير في التوقيت الحالي هو محمد صلاح، هو ده دوره في الفتره دي، وبالتالي اختيار كارلوس كيروش او كابتن حسام البدري او الناس اللي موجودين ان صلاح يكون هو الكابتن، اعتقد ان ده امر جيد جدا بالنسبه لينا وبالنسبه كمان للجمهور وبالنسبه للعيبه المنتخب المصري. طيب في هذه المنطقه برضو اختيار الكابتن شوقي غريب حضرتك شايفه ازاي، خصوصا ان الكابتن شوقي غريب عندما تم اعاده تعيينه مره اخرى الكلام، انا سمعت بعض التصريحات لكابتن شوقي وبيتكلم فيها عن ان هو يعني عمل كل ما هو مطلوب منه في اداره المنتخب الاولمبي، بان هو خد بطوله امم افريقيا ووصل مع المنتخب الاولمبي في الاولمبيات الاخيره الى دور الثمانيه وهو ما لم يحدث من قبل، وبالتالي فهو كان ناجحا جدا في كل ما في كل المهام اللي وكلت ليه. فايه رايك في هذا الامر؟ بالنسبة للكابتن شوقي غريب من حقه يقول الكلام ده، ان هو طبعا عمل انجاز ووصل لدور الثمانية وعمل انجاز كبير جدا مع المنتخب الاولمبي في الفوز بكاس الامم الافريقية تحت 23 سنة. أيوة. انجاز بالنسبة للكابتن شوقي غريب، ولكن الاعتراض الحقيقي اللي كان موجود من الشارع المصري والجمهور المصري والنقاد الرياضيين وكل الوسط الرياضي هو على مستوى الاداء بالنسبة للمنتخب الاولمبي في التوقيت ده في الاولمبياد. ولكن انا فكرة اختيار الكابتن شوقي، يعني اعتقد ان الكابتن شوقي الوحيد اللي معاه رخصة تدريب في مصر، ولا باقي المدربين معاهم رخصة تدريب، دي رقم واحد. اثنين، من اقال الكابتن شوقي غريب هم من تمت اقالتهم بعد كاس الامم الافريقية والخروج المهين لمصر امام جنوب افريقيا، صح؟ طبعا. وعادوا مرة ثانية لإدارة الكرة المصرية، وبالتالي ما تستغربش ان الكابتن شوقي غريب بعد اقالته يكون هو المدير الفني، لان من اقال الكابتن شوقي غريب تمت اقالته واصبح هو رئيس الاتحاد في الوقت الحالي. دايره احنا بنلف فيها، ودي طبعا رسالتي للناس اللي موجودين المسؤولين الكبار في الكره المصريه في الرياضه المصريه في الاداره المصريه كمان، ان مصر تمتلك مواهب كثيره جدا جدا، اختيار شوقي او غيره ما انا مش شايفها دي نهايه الكون، لكن على من يدير الكره المصريه ان ينظر الى جميع المدربين وان يتعامل معهم بشكل واحد. يعني الاغرب ان هم طلعوا بيقول لك ان من صدق على هذا الموضوع هو نيلي بنجادة، اعتقد انه ملوش دور لا من قريب ولا بعيد بنجادة بتعيين شوقي غريب، هم حطوا بنجادة في الوش وفي الصوره علشان يبعدوا هم عن قصه تعيين الكابتن شوقي غريب. انما للامانه هرجع تاني واقول لك من اقل شوقي هو من اقيل من اداره الكره المصريه وبعد كده تم عودته مره ثانيه يكون رئيس الاتحاد، وبالتالي ما تستبعدش ان يكون او ما تستغربش ان الكابتن شوقي غريب هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي. طيب خلينا بقى نروح للكرة الأوروبية يا كابتن، ويعني الكرة الأوروبية وامبارح كانت خسارة كبيرة جدا ومهينة جدا لريال مدريد من أحد الفرق، شريف معرفش اسمه، أنا بقول شريف معرفش صح ولا غلط، لكن هو اسمه مش شريف عبد القادر صح؟ لا مش شريف عبد القادر، لا طبعا الناقد الرياضي الكبير طبعا. ف امبارح 1-0 وبعدين 1-1 ده بطل مولدوفا طبعا، 1-0 1-1 وبعدين 2-1 في الدقائق الأخيرة، أعتقد كانت خسارة قاسية جدا وغريبة جدا في نفس الوقت يا كابتن خالد. أكيد طبعا مباراة غريبة جدا، مباراة مثيرة، مباراة كمان نسب الاستحواذ فيها كانت 76 بالنسبة 76% بالنسبة لريال مدريد، وصول المرمى كتير جدا، ولكن طبعا كان في نوع من أنواع الروح العالية جدا بالنسبة لفريق شريف اللي بيلعب على قدراته وإمكانياته للمدرب بروندوف، يعني مدرب اوكراني مغمور حقق نتيجه ممتازه على نادي ريال مدريد. عاوز اقول لك ان نادي شريف مواليد 1996 97 مظبوط
ثمن لعيبته بالظبط 12 مليون يورو، ولعيبه الريال 800 مليون. هي الكره في العالم كله يا كابتن اسلام بتتغير، في افريقيا وفي مصر هي الكره ثابته عند حاجه معينه. انما للامانه طبعا الفكره ان الراجل لعب على قدر امكانياته، لعب على مستواه، لعب على الهجمه المرتده، لعب انه يوصل لمرمى ريال مدريد. تكفي ان سيبرتان تيل بقى من احرز الهدف في الدقيقه 89 رايح وما عندوش اي مشكله ان يعمل تسديده على مرمى الريال ويحرز هدف في الدقيقه 89، يعمل مفاجاه كبيره جدا ويتصدر مجموعه ومجموعه قويه جدا فيها نادي الانتر. هل تعلم ان نادي الانتر في 20 مباراه في دوري ابطال اوروبا كسب مباراتين وتعادل ثلاثه؟ يا نهار ابيض. تعلم ان نادي الانتر افضل خط هجوم 20 هدف في الدوري الايطالي لم يحرز هدف في اخر اربع مباريات في دوري ابطال اوروبا؟ يا نهار ابيض. هل تعلم ان مشاكل نادي الانتر، انا بكلمك عن المجموعه، مع لوشانو سباليتي ومع انطونيو كونتي ومع سيموني انزاجي وعدم الفوز بالنسبه في دوري ابطال اوروبا، كل ده بيوريك مدى تغيير الكره على مستوى العالم. الكره ما عادتش عناصر واسماء، الكره يعني فيها امكانيات كتيره جدا، فيها روح زي اللي شفناها مع نادي الشريف، وبالتالي فرقه تتصدر المجموعه اللي فيها ريال مدريد والانتر. لو انت سالت اي حد قبل البطوله ما تبدا يقول لك دول بره، دول بره اساسا حصلت المجموعه صح، لكن هم فاجئونا بجمل تكتيكيه في المباراه الاولى. الهدف الاولاني اللي جه في ريال مدريد جه في المباراه الاولى بنفس الشكل، بنفس الشكل اوفر وحطه بدماغه صح. وبالتالي راجل بيشتغل على الامكانيات اللي موجوده عنده، ده بيوريك ان الكوره في العالم فيها اجتهاد، فيها قرايه الخصم، فيها كمان بعض الامور اللي بعيده خالص عن الشكل اللي على العناصر. اعتقد ان ده اللي عمله شريف امبارح مع ريال مدريد في بي اس جي. رجع تعادل 0-0 مع الريال، مع الفيا ريال، وكان مستواه سيء جدا في مباراه الدوري، وبالتالي في مشكله عند ريال، وخصوصا وجهه نظري لازم كارلو انشيلوتي يراجع نفسه في خط الدفاع، لان عنده مشاكل كبيره جدا في النواحي الدفاعيه. هجوميا بيعرف يجيب جول. التطوير اللي حصل مع فينيسيوس، الناس كتير بتقول لك ان فينيسيوس السنه اللي فاتت مع زين الدين زيدان ما كانش بيشتغل، ما كانش بيجيب جول، لان الريال مع زين الدين زيدان كان بيشتغل على التحضير الكتير. مع كارلو انشيلوتي بيلعب على المساحات، بيلعب الكره القطريه لفوق على فينيسيوس، وبالتالي سرعه فينيسيوس بتخليه يوصل للمرمى في اسهل وقت، وده امر جيد جدا. ولكن دفاعيا الريال محتاج كتير جدا جدا، وهيقابله مشاكل في دوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني. طيب بالنسبه للبي اس جي امبارح وفوزه على مانشستر سيتي، وشايف ثلاثيه نيمار وميسي ومبابي، واللقطه الشهيره الحقيقه اللي كل العالم بيتكلم عنها، وجود ميسي خلف الحائط على الارض دي، يعني برضو الناس كلها بتتكلم عن هذه اللقطه بشكل يعني ساخر شويه، لانه اثر لعيب فيهم. ما فيش الا فيراتي بس اللي يسهره، وبالتالي عنده دور ان هو ممكن يكون موجود تحت، يعني على قيمه ميسي وامكانيات ميسي واسم ميسي. ما في لعيبه بقول لك لا انا ما ينفعش اعمل كده. رونالدو على فكره قبل كده في كاس الامم الاوروبيه عملها في احد الفاولات على المنتخب البرتغالي، عملها كريستيانو رونالدو. أيوة. وناس كتير ما خدتش بالها. انما طبعا الفكره بتتكلم على مباراه كبيره، مباراه نهائي من البدايه ما بين باريس سان جيرمان وبين مانشستر سيتي. تستمر فلسفه جوارديولا في بعض المباريات بالزج باسماء لعيبه، زي مباراه الفاينل مع تشيلسي الموسم الماضي لما لعب ستيرلينج، وكان ده علاقته من شهرين ما بيلعبش، ومره واحده لقيناه في التشكيله، واثر كتير جدا على مستوى مانشستر سيتي. امس جابرييل جيسوس من اللاعبين اللي بيلعبوا بشكل مستمر وثابت، بيلعب على الطرف اليمين وبيلعب راس حربه، يعني عندك عمق تلعب بيه، وده ريح كتير جدا باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان عنده وسط ملعب من افضل ما يمكن. مظبوط. خصوصا ادريسا جانا جاي، واحد من اللاعبين الكبار جدا، عنده ثلاثه طبعا يقدروا يتحركوا، لكن بوتشيتينو عجبني لانه لعب على حاجات معينه. فرقه السيتي معروفه في اوروبا ان الكره دايما في رجليها، ما بتخسرهاش خالص، عمليه الضغط الاستحواذ، لعب على الهجمات المرتده ونجح نجاح كبير جدا في الهجمات المرتده، وده بيوريك ان المدرب يعني الى حد ما ارى الجيم كويس، اشتغل عليها كويس جدا. ولكن العناصر اللي عندي ناس بتختلف، تقول لك العناصر اللي موجوده عند بوتشيتينو المفروض يشتغل، يكون عنده حريه اكتر من كده. طبعا السيتي فرقه من الفرق الكبيره اللي عندها نوع من انواع الاستحواذ الصعب، ولو تتخيل ان هم عاملين زي كره اليد، يعني زي سلسله، عارف كره اليد من اليمين لشمال شمال اليمين، فمرهقين ذهنيا. ده اللي اتعمل عليه بوتشيتينو ونجح نجاح كبير جدا بالهدف اللي جابه ادريسا جايه. وعاوز اشيد هنا ب دوناروما. دوناروما اول مباراه وعنده مشاكل كبيره جدا جدا في مع بوتشيتينو، وكان
الكلام في الصحف الايطاليه في التلفزيون الايطالي ان دوناروما بيفكر ينتقل لنادي اليوفنتوس. لان طبعا وجوده بعد انتقاله من نادي ميلان وهو بطل اوروبا هو احسن حارس مرمى في اوروبا في كاس اوروبيه فكانت عامله له حاله نفسيه. انا عجبني تصريح انا اسف يعني عجبني تصريح من جان لويجي بوكون من حوالي اسبوع كان في سكاي الايطاليه بيسالوه بيقولوا له دوناروما افضل حارس مرمى في اوروبا قعد احتياطي لكيرول نافاز. قال لهم رايح على حارس كبير. دوناروما لسه صغير يعني حارس كبير في ايطاليا بيتكلم على حارس كبير في ايطاليا وهو محترف بيقول لهم طب ما رايح على حارس كبير. دوناروما لازم يعي ان هو رايح لحارس من افضل حراس اللي موجودين مع باريس سان جيرمان وبالتالي لما يقعد احتياطي ايه المشكله؟ يعني التصريح ده تفكر فيها كابتن اسلام احنا ما بنتعملش كده. احنا لو اللعيب قعد احتياطي بنقعد نقول لا المدرب ضده المدرب عكسه مش عارف ايه ده عنصريه انما انا بكلمك على حارس عظيم اسمه جالوجي بوكون بيتكلم على دوناروما وامبارح عمل مباراه عمره رائعه مهم كان دوناروما وكان ممتاز جدا وكان له دور كبير في فوز باريس سان جيرمان بالامس مع بوتشيتينو. اخيرا يا كابتن خالد عشان اخدتك في حتت كتيره جدا لكن اخيرا رونالدو هل عوده رونالدو لمانشستر يونايتد محل تنقذه محليا واوروبيا؟ هما لسه دلوقتي بيلعبوا اعتقد النتيجه انا كنت سايبها 0-0 ما اعرفش وصلت لكام. لسه 0-0 واعتقد ان رونالدو اختار المكان الصح بالمانشستر يونايتد. اعتقد ان رونالدو خسر 3 سنين من عمره مع باريس سان جيرمان مع اليوفنتوس مع اليوفي لان الكره الايطاليه الكره الايطاليه طبعا كملاعب وكمستوى وكاداء وكطبيعه وكشكل بعيده خالص عن مراحل الكره الانجليزيه بالامكانيات اللي فيها. العوده ثاني مره ثانيه لمانشستر يونايتد خلت الفاليو عالي بتاع المهاجمين. لوكاكو لمحمد صلاح لفيرمينيو لهاري كين كل دول بدأوا في الوقت الحالي يفكروا في عمليه الهداف ودي هتخلي اللعيبه تشتغل. مين الاقرب يا كابتن؟ مين الاقرب من وجهه نظرك؟ يعني محمد صلاح بيواجه منافسه كبيره جدا سواء من رونالدو او من لوكاكو او من هاري كين حتى. هو طبعا الضغوط الاكثر على رونالدو لان رونالدو جايب هاله كبيره جدا كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وهي لازم يعمل عمليه الهداف او يفوز او يعمل يعمل حاجه مع فريق مع مانشستر يونايتد انما صلاح المرحله الاخيره في عمليه احراز الاهداف على دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي اعتقد ان صلاح 60% من قوه ليفربول اذا غاب صلاح عن ليفربول دي مش تحيز لصلاح اذا غاب صلاح عن ليفربول يتاثر الشكل الهجومي كله بالنسبه لفريق ليفربول وبالتالي رونالدو حاطط في دماغه محمد صلاح نفس الموضوع هاري كين اللي بيمر بمرحله صعبه جدا بعدم الانتقال لباريس سان مانشستر سيتي لوكاكو بيقدم مستوى ممتاز جدا حتى وان كان خسران في الوقت الحالي مع اليوفنتوس طبعا اعتقد ان الامر هيكون صعب جدا بالنسبه للمهاجمين الاربعه والخمسه اللي موجودين في الكره الانجليزيه، ما ينقص كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد هو مدير فني. ايوه صح اقل بكثير جدا من مانشستر يونايتد، عنده عناصر كثيره لكن حتى الان لم يجد توليفه المانشستر ان ترجع تاني المنافسه على بطوله الدوري ودوري ابطال اوروبا. كابتن خالد انا بشكرك جدا 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 على هذه المداخله، انا عارف ان حضرتك مداخلتك قليله جدا ولكن انا بشكرك جدا جدا على وجودك معنا وعلى كل هذا التحليل الرائع الحقيقه سواء لمنتخبنا الوطني او للمنتخب الاولمبي او حتى للكره الاوروبيه، فبشكرك جدا على وجودك معنا النجم الكبير كابتن خالد بيومي المحلل والخبير الرياضي.